دلوقتي مع حضراتكم هنزور مصنع متخصص في تصنيع الزرار، المصنع في العاشر من رمضان. ومش أخبي على حضراتكم، وإحنا رايحين كنا متخيلينها صناعة صغيرة، يدوبك صناعة مغذية لقطاع الملابس الجاهزة، ولكن فوجئنا بصناعة عملاقة بالفعل. خليكم معنا. المصنع اللي قدام حضراتكم ده مفاجأة بجد، والأسباب كتيرة جدا. أولها إن مؤسسه هو اللواء محمد غانم، رجل أفريقيا الأول في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ومؤسس شركة النصر للتصدير والاستيراد، واللي كان مؤمن إيمان كامل بأن أمن مصر القومي يبدأ من قلب أفريقيا. ومن هنا نجح في توطيد علاقته بكل زعماء وقبائل أفريقيا، وأقام مصالح مشتركة ما بين مصر و25 دولة أفريقية، وحصل على نجمة فؤاد العسكرية سنة 1948 والنجمة العسكرية سنة 1954 بعد قيادته للفدائيين في منطقة القنال باسم حركي محمد صلاح. بجد كان أسطورة. ثانياً، المصنع ده بدأ الإنتاج سنة 1982، وكان من أوائل المصانع في المنطقة العربية اللي صنعت الزرار على الطريقة الإيطالية العالمية، وبصورة كاملة من أول تشغيل المواد الخام، وبالتالي بقى أكبر داعم لقطاع الملابس الجاهزة كصناعة مغذية، وهو أحد مشروعات شركة النيل المساهمة اللي أسست مصنع زراير نيبو اللي حضراتكم بتزوروه دلوقتي، ومصنع الأحذية الرياضي كوتشي وأديداس، ومصنع للأحذية الجلد. ثالثاً، مصنع نيبو أو النيل للزراير بيصدر الزرار المصري لكل العالم والأرقى بيوت الأزياء الشهيرة، لدرجة أنه بيصدر 35% من الإنتاج أو ما يوازي 120 مليون زرار سنوياً، و60% من الإنتاج بيوجه لمصانع الملابس الجاهزة في مصر وعلامتنا التجارية المحلية، و5% للسوق التجاري يعني لمحلات الخردوات والزراير في مصر. وطاقته التصنيعية اللي ثابت عليها بقاله سنين 1 مليون زرار يومياً، شيء مهول بجد. تعالوا بقى نقابل المحاسب عادل محمد غانم، نجل الأسطورة المصرية محمد غانم، وهو النهاردة رئيس شركة النيل للزراير نيبو اللي استثمارتها تتجاوز 200 مليون جنيه ومبيعاته السنوية تتجاوز 50 مليون جنيه. ركزوا معاه. حضرتك خدتنا لصناعة كبيرة جدا من سنة 82، أسسها طبعا والد حضرتك، وهي صناعة الزرار، ونجحت وبتصدر للعالم كله. الموضوع كبير وصناعة ضخمة جدا وكثيفة العمالة، وزرار زرار بيتعمل. لا أفهم الصناعة دي جبتها منين؟ ولا حاجة. هي في الفترة دي في 82 الوالد بعد يعني قصة حياة طويلة في مجالات مختلفة، فابتدى يعمل مشاريع صناعية أو مكاتب تجارة دولية لعدد كبير من الأفراد، سواء عنده فكرة سواء عنده استثمار أو خلافه. ففعلا جاله صديق وكان أساسا في شركة النصر وقال له فكرة الزرار، فهو لما بيلاقي حاجة زي كده فيها تحدي بيقبلها وبيوجد ليها كل الأسس النجاح، فكان من ضمنها مصنع النيل للزراير ده، وكان مصنع النيل لأحذية كوتشي، وكان في مصنع إلام اسمه بيك، ومصنع مسامير، ومصنع رخام. الدخول بقى للسوق العالمي بالزرار المصري. طبعا حضرتك عارف ان انت صناعه مغذيه هامه جدا للملابس الجاهزه. من غيرك المصنع وقف، سواء قميص بنطلون تيشرت كل حاجه وقفت. ازاي قدرت ان انت تغذي كل المصانع المحليه وكل العلامات التجاريه في مصر، وايضا العلامات التجاريه المشهوره جدا في العالم؟ حضرتك بتصدر لاكبر علامات تجاريه في العالم الزرار بتاعك هنا. زي ما بقول لحضرتك، كان لازم يتحدد بعد سنتين ما جيت اذا كنا هنشتغل في السوق التجاري اللي هتدي تجار، والتجار بيوزعوا بقى من محلاتهم او منافس توزيعهم. طبعا ابتدت في مصر محليا، وبعدين طلعنا للدول العربيه. طبعا التصدير كان بالنسبه لنا تحدي، وكان طول عمره في دمي يعني قصص النجاح الكبير اللي كانت فيها في شركه النصر، فكان دايما تحدي برضو جديد بالنسبه لي، اتحدى ان انا اقدر اصدر في الوقت ده لدول اخرى، فكان بدايتها الاردن وسوريا،
وبعديها خرجت براها للتحدي الأكبر اللي هو أوروبا، ودي كان تحدي كبير قوي يعني أخذ منا سنين وكان برضو هتخش منين، هم عندهم قمة الصناعة كجودة وموضة وخلافه، والصين عندها قمة الصناعة في وقتها في الكم والسعر والتواجد. فابتديت بقى قصة ان انا اروح ابيع مية في حارة السقايين. عملتها ازاي بقى؟ رحت لهم ازاي؟ رحت لهم الاول كراجل جاي من مصر ومعاه عنده النية، قادر سعرك ينافس الصين مثلا؟ أنا لا، ما انا لما اول ما رحت خبطت على البيبان زي ما بيقولوا، لغاية ما لقيت واتفتحت ويدوك عرفت اتكلم وابتديت اشتغل مع ناس، فكانوا دايما يجيبوا لي زرار الصيني ويقولوا لي بكام، وانا اقول لهم ده روح اشتروه من الصين، انا مش جاي ابيع سعر، انا جاي ابيع منتج. قال بس احنا مشي من ايطاليا، ايطاليا دي موضه وفي كولكشن بيتعمل وفي حاجات كتيره يعني مش مجرد زرار يعني. قلت طيب، ورجعت تاني ايطاليا، قعدت سنه بحاول من هنا لهنا، ربنا اراد وفقني فعرفت حد بظروف فعلا يعني جميله وقتها، ابتدى يعلمني ويقول لي ازاي والموضه بتبتدي منين وازاي بتحول فكرة إلى منتج بالطريقة دي، وعملت الكولكشن اللي مطلوبة وعرضتها. بعديها الشغل جه شغل بس مش بالحجم اللي أنا طالبه ومش بالمعلومات اللي أنا عايز أعرف أنا ما بعتش ليه زرار ده وبعت الزرار ده ليه. وكان المدخل بقى لما درست الموقف السنة اللي قبلها، كان المدخل منتج زائد خدمة، اللي هي كان ساعتها بداية بقى أنك أنت حاجة اسمها لوجيستكس، ازاي توصل المنتج ده في المكان الفلاني يعني في الوقت اللي هو محتاجه، في الوقت اللي هو محتاجه بالتكلفة، لان المنتج بتاع الزرار رخيص وسريع جدا، انت بتغذي مصنع قائم، فلازم سرعة في تلبية الطلب وفي نفس الوقت تسلمها له بسعر معقول. المحاسب عادل محمد غانم تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة سنة 1984، تخصص إدارة أعمال، وبدأ حياته في القطاع المصرفي لغاية لما قرر التفرغ الكامل لمصنع الزراير وإدارته بالكامل، وسافر لإيطاليا وزار أكبر مصانع الزراير ونقل تكنولوجيا ومعدات التصنيع، وفتح الأسواق المغلقة بالمشاركة في أكبر المعارض زي بريمير وميلانو، لدرجة أنه بيصدر النهاردة لإيطاليا أشهر دول صناعة الزرار في العالم. يعني ايه بقى صناع زرار؟ فهمنا بقى يعني صناع زرار، يعني ايه مادة البوليستر دي بنحولها لهذا الكم من الانتاج العجيب، الوان وكمان احنا عندنا حاجات تانية او مرة اعرف ان فيه زرار خشبية، زرار من الصدف، زرار من قرود البقر والجاموس، زرار من الجوز، جوز الهند، قشرة الجوز الهند، العظم بتعمل منه زراير. لا ده فن. ما انا بقول لحضرتك هو كله تحدي ورا تحدي، وبتخش في عالم كبير، وبالتالي بتلاقي نفسك لسه صغير فتبتدي تتحرك فيه، فتلاقي نفسك صغير فتبتدي وهكذا، فما بتخلص يعني. 38 سنه ما اظنش ان انا مش حاسس ان عملت كتير قوي يعني. انت حضرتك لسه كتير يعني، ربنا يديك صحه، بس 38 سنه دي انت المفروض يعني عملت صناعه محترمه في بلدك. انت دلوقتي الزرار خامه البوليستر احنا بناخدها وبنخلطها على مواد وبعد كده نبدا نعمل ايه بقى؟ احنا عشان ما عندناش في مصر الصناعه كلها او الفكر بتاع الصناعه الصغيره المتكامله، فبتضطر انك تعمل كل حاجه عندك، فبالتالي ودي برضو ليها ميزه وعيب. يعني احنا نقول حاجه ان المصنع ده لو في الصين بيوازي 5-6 مصانع، كل مصانع كل مصنع بيقوم بمرحله. الصين قايمه على صناعه على ماس برودكشن عالي جدا لانواع معينه جدا، وبالتالي بتقدر تكلفتها تبقى قليله، بضاعتها موجوده بيتقنوها. وايطاليا مبنيه على كميات صغيره، نوعيه عاليه جدا من الجوده من الموضه وخلافه، فكان هو هنا بقى انا هبقى فين؟ زي ما قلت حضرتك يعني هما هرمين كبار، طب انا هروح فين؟ وكان دايما هي الصناعه في مصر انت بين هتعمل ايه؟ فكان التحدي الكبير ده ان انا النهارده لقيت نفسي في ان انا اقدر اعمل نوع من التنوع اللي يديني قيمه مضافه اعلى، ويديني اقدر اسبق القصه منافسه من الجهه دي او من الجهه دي. فبعمل الزرار من بدايته، يعني لو بتتكلم على البوليستر فاحنا بنجيب براميل بوليستر دي خامه سايله، تمام، دي بتحضرها وتضيف لها الوانها وتظبط وتعمل الشيتس، حتى السندرات تتحول شيتات وعواميد، وبعدين تقطعها، دي القماشه بتاعتك اللي بتشتغل، دي القماشه بتاعتنا زي كده الملابس، تعمل القماش وبتعمل بعد كده التفصيل اللي هو الخراطه بالنسبه لنا، وتحول الزرار ده الى شيء متكامل في مقاسه، في خرامه، في سمكه، في درجات الوانه وتشبيحاته.
النهارده اسواقنا فين؟ هل مجرد افريقيا بس ولا احنا قدرنا نطلع اوروبا وقدرنا نطلع امريكا وغيرها؟ احنا طلعنا زي ما قلت حضرتك الاول دول عربيه، وبعديها طلعنا على اوروبا، في خلالها دخلنا على افريقيا، جنوب افريقيا بالذات، وبعديها دخلنا كان التحدي الكبير بقى اللي هي امريكا والصين. هما الاثنين حاجه واحده، لان صناعه الملابس ما بتتمش في اوروبا الغربيه نفسها ولا في امريكا نفسها، هي بتتم في بلاد تانية وتتصدر لهم. لكن اصحاب الملابس واصحاب الماركه واصحاب الصناعه دي كلها او التجاره دي كلها هم الشركات الكبيره الامريكاني والاوروبي. كان التحدي هو الصين او اسيا. فعملت نفس القصه بتاعت ايطاليا دي في هونج كونج. بالمناسبه في شركة نيبو أو النيل للزراير بيصنعوا الزراير من أي حاجة، خشب طبيعي، صدف، عظم، قرون الغزلان أو البقر، بخلاف التصنيع الرئيسي للزرار من مادة البوليستر السائل. وبيمتلكوا زي ما حضراتكم شايفين أكتر من 30 ألف موديل زرار ملكية خاصة، ويومياً بينتجوا بمعدل 4 موديلات جديدة. تخيلوا. أنا عايز أعرف ده الركن بتاع الخامات الطبيعية اللي بيصنعوا منها زرار، صح كده؟ يعني ايه بقى خامات طبيعية فرجنا؟ خامات طبيعية هي قبل ما يخترعوا البوليستر كان كل حاجة خامات طبيعية، فكانت دي الأصل بتاعها. طبعا رجع التاني للنوعية معينة لللبس، زائد انه كخامة طبيعية زي ما تقول مطلوبة لسه؟ لسه طبعا مطلوبة قوي، بس وبتيجي وتروح على حسب الموضة. في حاجات أساسيات يعني زي الزرار ده زرار جوز هند في شكله الطبيعي البسيط. يعني جوز هند يعني الجزاية دي بتعمل جوز هند نفسها بقطعها دواير وبعدين اخرطها بالشكل اللي انا عايزه واخرمها. ده بيبقى شغل يدوي ولا مكن برضو؟ لا مكن. بس انت بتظبط العمليه كلها وتشغلها. وبرضو الزرار الكبير ده منها؟ ده زرار منها معمول له عمليه تبييض. جوز الهند؟ جوز الهند نفسه. ايه تاني بقى عندنا؟ خامات طبيعيه. في صدف طبيعي بانواعه. ده نوعه. طب اعرف حاجه، هي الصدفه دي تستحمل انك تشتغل عليها وتخرمها وكلام من ده؟ على حسب. لا ليها مكان مخصوص وليها خلاطه مخصوصه تخليها تستحمل. الصدف بتاع البحر اللي قدام اللي قدامنا في البحر ده. ودي صدف برضه والسودان كمان عندها. ده صدف كبير ده. والمعدن دي بتتركب فيها ازاي بقى؟ دي كبسوله مثلا من ورا؟ لا دي حته معدن بنعمل لها مكان وتبات فيها وتتلزق. يا فن برضه ده طبيعي، وطبعا المصمم بيبقى عارف ان ده طبيعي وليه قيمته. طبعا بيبقى مشترط المطلوب كده او تاليد بتاعه. زي ما بقول لحضرتك يعني هو بتبتدي مثلا من دي في الـ في الـ في الجزء الهند. في حاجات معموله بالليزر. ما هو انت زي ما بقول لحضرتك انت بتبتدي كده بالبدايه العاديه، وبعدين تخش على ده مثلا. ده ايه بقى؟ ده جوز هند. ده بقى نتكلم على فاشن. اوكي فاشن يعني انت بتشوف حاجه غريبه بالنسبه لك ما شفتهاش قبل كده. ده ما يتكسرش خشب يعني؟ لا طبعا ده الياف. ده جوز هند. بس ده واخد ليزر، واخد طباعه، واخد شغل خراطه برضه. شغل خراطه، واخد حاجات كتيره قوي في تشغيله. ده من ايه ده؟ ده من القرن بتاع الخروف. ياه. ده يعني ده قشره من الخارجيه برضه؟ هي قشره غير منتظمه، مفيش انتظام من واحده للتانيه. وده ظهرها. اوكي وده اشتغل عليها برضه بديزاين معين بالليزر. او تبقى عادي. ده الليزر العبقري ده عامله بشكل ده تطوير اكتر يعني. وانت اللي عامل اللفه دي بقى اللي فيه؟ لا هو طبيعته كده. انت هو دي حلاوته. انت بتاخده على طبيعته. هو طبيعته كده. ايه تاني عندنا؟ بعد كده عندك الزرار الخشب. بتبتدي برضو بزرار عادي خشب. ايه بقى يعني؟ خشب زيتون ولا لا؟ خشب انا بستعمل نوعين من الخشب، او نوع اساسي اللي هو جوز ترك. ده اللي بيستحمل ميه جوز ترك. ده بيستحمل ميه بسهوله يعني كويس قوي. مفيش مشكله انك بتخاف انه اللبس الخشب بقى يشرب ميه وحاجه زي كده. ده قوي قوي. لا ده انت مش مجرد بقى بتصمم زراير بقى، ده انت فنان بقى. لا بجد ده من اصعب الحاجات دي، الحاجات اللي هي تتحط. ممكن اخرج ده كده بعد اذنك يا جماعه؟ الابداع ده ايه ده؟ نفس الفكره برضو. ده خشب برضو؟ خشب. واحد بيتعمل. ده زرار
عارف اللي انت بتشوف الفاشن شو او خلافه بتلاقي لبس اللي هو ما بيتلبس لكن بيبين امكانيات بيبين امكانيات او موضه. فده واحد منهم، ده خشب وبوليستر وطباعه ودهان. يعني اطار خشب ومن جوه بوليستر، مجموعه حاجات كلها في بعض. يعني المكان اللي احنا فيه ده اللي فيه 50,000 نوع زرار، ده 5,000 بس. 5,000 يعني في 45,000 سنسور. لا خلاص بقى انا هجيب لهم مكان منين، شايلهم في حته تانية. كل ده 5,000 بس؟ كل ده 5,000 بس. مصنع نيبو او النيل للزراير فيه حوالي 150 ماكينه خراطه و25 ماكينه ليزر، وبتشتغل على الزراير زرار زرار. تخيلوا حضراتكم مدى الدقه. تعالوا نقابل محمد عادل محمد غانم، مدير التصدير في شركه نيبو للزراير. حاجه تشرف بجد. محمد غانم، محمد غانم عشان يبقى ايه الناس فاهمه. حضرتك الحفيد والابن، صح كده؟ مظبوط. وتخرجت في اقتصاد الجامعة الألمانية، صح. والمفروض ان انت مسؤول هنا عن التصدير حاليا. الإرث عظيم، المصنع اكتر من رائع، ربنا بتصنع كده. منتج العالم كله محتاجه، وفي صناعة كبيرة جدا وراك اللي هي صناعة الملابس الجاهزة. مظبوط. انت من اهم الصورة ده، دي حقيقة. هتعمل ايه بقى الفترة اللي جاية دي؟ والله يعني طبعا بعد التطور اللي حصل بنحاول نبني على اللي اتعمل ونطور منه أكتر، ولو عندنا فرصة والظروف تسمح نكبر، وهو ده اللي احنا بنعمله حاليا. طبعا الظروف حاليا اضطرابات قوية جدا في العالم كله، التخطيط مش حاجة سهلة في الاضطرابات القوية دي، ولكن في نفس الوقت واحد بيحاول يأمل ان هو يلاقي الفرص اللي تسمح له ان هو يكبر. وبالفعل يكبر ولا يحدث؟ هل في ماكينات احدث من الموجوده عندنا النهارده؟ في تحديثات، ولكن في الصناعه دي ما هياش التكنولوجي مش عامل مؤثر قوي زي صناعات تانية. طبعا بتبقى قايمه على التكنولوجيا بتاعتها. هنا برضو صناعه الى حد ما فنيه، كل ما انت تعرف تطور على المعطيات اللي موجوده معاك، وده شيء ممكن وبنعمله، بياخد وقت مننا طبعا. النوهاو او المعرفه بتاعتنا في اوروبا وهكذا بيسبقونا جامد قوي، يعني زي ما هم زمان كانوا يصنعوا الزراير هم دلوقتي يصنعوا مكن الزراير، احنا اللي نصنع الزراير. ده التطور الامور العادي في العالم كله، ولكن برضو بنحاول نتميز في ان احنا ننافس. بنلاقي منافسين جداد، طبعا الصين من اكبر المنافسين في العالم كله في اي صناعه تقريبا تخشها، وهم دول اللي احنا بنحاول ننافسهم الى حد ما، عشان هو ده المعيار اللي الشخص او المصنع اللي احنا بنتعامل معاه بيقارن بيه. الاتفاقيات اللي مصر عاملاها مع دول العالم دي ممكن تخليك منافس قوي. يعني اتفاقيات مع امريكا الجنوبيه، اتفاقيات في افريقيا، اتفاقيات مع الدول العربيه، ازاي يخليك منافس قوي؟ بالظبط. واحنا في اتفاقيه فعلا معموله، اتفاقيات تجاريه، في اتفاقيات تجاريه، وفي اتفاقيه اسمها كوميسا معموله طبعاً. بين مصر بالظبط، معموله 29 دوله افريقيه، و29 دوله افريقيه، وهم دول من البلاد اللي احنا اللي انا فعلا عرفت ان انا انشن عليهم. وجزء من الاسباب ان هو انت برضو وانت بتقدم لهم الورق بتاع التصدير بتاعك بتعرفهم ان في ورقه اسمها الكوميسا اللي بتتعمل دي، بتسهل له الاجراءات بتاعته في التخليص عنده، بتقلل الجمارك طبعا عليه وهكذا، فتساعدنا تساعد الطرفين. مصنع النيل للزراير نيبو في العاشر من رمضان حاجة تشرف. وبجد كل مصانع الملابس الجاهزة في مصر بتعتمد على زراير شركة النيل للزراير نيبو. تخيلوا بقى حضراتكم المصنع ده وفر واردات من الزراير بكام، وصدر زرار بكام على مدار تاريخه. بجد شيء مبهر. أملنا هي الصناعات المغذية اللي تغطي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية في مصر. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان في مشروع العاصمة للنعام بالغربية، والذي يعد أول مشروع متكامل في هذا القطاع، بدءاً من تكوين أسر النعام وتفريخ إنتاجها من البيض، ومروراً بتربية نعام التسمين، وانتهاءً بالذبح في مجزر خاص بالنعام وتسويق منتج نهائي عالي الجودة.